تعالوا نروح لمعادنا اليومي عن سماحة الإسلام والأخلاقيات اللي احنا لازم يعني نتعامل بها في هذا الشهر الكريم ونتقرب بها أكثر إلى المولى عز وجل. والنهاردة تقريرنا هيكون بعنوان السوشيال ميديا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من نعم ربنا علينا في العصر الحديث السوشيال ميديا، واوعى تتعجب لما اقول لك انها نعمه من ربنا، دي نعمه ونعمه كبيره جدا كمان. ان ربنا يقرب لك معلومات، ان ربنا يقرب لك العلم، ان ربنا يقرب لك انك تسال على غيرك، ان ربنا يقرب لك اي حاجه تكون بين ايديك، دي نعمه كبيره جدا من نعم ربنا. بس لازم نحسن استخدام الكلام ده، لازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيسهل لك شيء وبينعم عليك بشيء عايزك تعرف الضوابط، وعايزك تتعلم ان انت لما تكون على السوشيال ميديا انت مش في عالم تاني، ان انت ما بتتحاسبش، بالعكس انت قريب جدا للحسنة وقريب جدا كمان للسيئة. يعني سهل جدا تاخد حسنات، سهل جدا ترضي ربنا سبحانه وتعالى لما تقدم نصيحة، لما تقدم محتوى كويس، لما تقدم معلومة مفيدة للناس. لكن وسهل جدا برضو يعني ترتكب خطأ أو ذنب لما تكتب بوست فيه إساءة لحد أو تشير حاجة مش كويسة أو تعلق تعليق مش لطيف، فبالتالي برضو أنت ممكن يعني تخسر حسناتك في المنطقة دي. لكن عايزك تكون شاطر وتغتنم نعمة ربنا سبحانه وتعالى، وعايزك تحط قدامك كده وانت بتتصفح وبتشوف وبتكتب بوستات وبتتعلم وبتكتب كومنتات آية مهمة جدا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني اللي بتشوفه، اللي بتكتبه، اللي بتنطقه، اللي بتتشاهده، واللي بتشيره، كل الكلام ده هتتسئل عنه. يا ترى احنا شايفين ان السوشيال ميديا دي مهمة ونعمة من ربنا ولا حاجة تانية؟ انا من الناس اللي بتقول انها حاجة مهمة جدا جدا جدا، وان ربنا بيحبنا انه خلانا في عصر سهل جدا نحصل على المعلومة، سهل جدا نعرف طريق ربنا، سهل جدا نلاقي حد ياخد بايدينا يحطنا على الطريق الصح. انما الانسان عليه انه يميز، عليه انه يختار، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران وهديناه النجدين. النجدين يعني طريق الخير وطريق الشر، والسوشيال ميديا تطبيق حقيقي للايه دي. فيها الطريقين، فيها الطريق الكويس اللي يرضي ربنا واللي يعني يكسبك حسنات كتير جدا ويخليها نعمه حقيقيه، وفيها الطريق التاني ربنا يبعدنا عنه اللي هو ممكن تتحول من نعمه لنقمة، وإن حسناتنا تضيع. لكن إحنا أكيد شطار وعارفين إزاي نغتنم نعمة ربنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.